طيب بالمناسبه قبل ما اروح لمحمد، ايه موضوع فعلا النادي الاهلي بما ان احنا فتحناه؟ كان في كلام كتير انه الاهلي عايز عبد الرحمن جبنه والنادي المقاولين بيشوف العرض، الكلام كان وصل لحد انا بصراحه يعني من ناحيتي انا ما كانش حد اتكلم معايا او حاجه بس انا يعني عرفت او حد قال ان مثلا كنت اختيار لو في لعيب معين ما جاش فانا ممكن اكون موجود كده يعني حاجه شبه ده بس انا يعني ما اعرفش برضو ما عنديش علم بيها بس ما حدش تواصل معاك ولا وكلاء ولا خلافه لا 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 خالص بس هم انت عرفت زينا كده انه الاهلي مهتم الاهلي عينه عليك يعني ان هو اسمي يعني اتطرح يعني من جوه النادي وبتاعه كده لكن ما كانش في حاجه رسميه هم كان في لعيب معين وهو راح الاهلي كنت انا يعني مثلا لو ما جاش او حاجه شبه كده ان انا كنت اختيار تاني مثلا او حاجه زي كده طيب لما اتكلمت مع كابتن شاوي غريب بشكل ودي يعني قلت له لو جالي حاجه هتسيبني ولا لا قال لك ايه بشكل ودي والله بص انا بصراحه ما اتكلمتش في حاجه زي كده لان هي الحاجه دي ما كانتش حاجه جديه او حاجه زي كده وبعدين انا اللي بايدي اخليني مثلا اختيار اول لاي نادي الفتره اللي جايه دي برافو عليك يعني لو كنت اختيار تاني ماشي اهلا وسهلا مش حاجه تزعل انك تبقى اختيار تاني في الاهلي انا بص هي حاجه كبيره انك اسمك يرتبط بنادي كبير يعني صح. النادي الاهلي طبعا نادي كبير صح. ان اسمي يرتبط بيه دي حاجه كويسه جدا صح. بس ده مش طموحي يعني لا انا يعني ان شاء الله بقى من احسن لعيبه في الدوري السنه دي واروح انا بقى الناس تبقى رقم واحد يعني اللي هو انا عايزاك ومش هسيبك يعني